بالنسبة لليونت الثالث نبدأ إن شاء الله بيه اليوم نحكي عن اليونت الثالث. يقول Could I please speak to Joe؟ هل يمكنني التحدث إلى جو؟ هل يمكنني التحدث إلى جو؟ طيب نبدأ أيضا كذلك كالمعتاد بالمحادثة ما بين جو وهانج آن هانج آن هونج آن مبين عليها شكل يعني كوري أو صيني معروف. Hello مرحبا Could I please speak to Joe؟ Speaking Joe. Hi Joe, this is Hong An. Listen, I'm having a party at my place this Friday night. Are you free? عندي حفلة إن شاء الله بهاي الجمعة بالليل. عندك مجال؟ Are you free? Sure. What time? أي ساعة؟ Anytime after 8. أي ساعة بعد الثمانية. Great. See you on Friday. أراك في يوم الجمعة. Hello. مرحبا. Hi. Mr. King. Is John here there, please? هل جون هنا؟ العفو. I'm sorry, he is not here right now. الآن هو ليس موجود. آسف. Could I take a message? هل يمكنني أن أبعث رسالة؟ Yes. Yes, please. I'm calling to tell him there is a party at my place on Friday and عندي حفلة يوم الجمعة. Just a moment. Let me get a pen. All right. Go ahead. حسنا. نعم. استمر. Okay. This is a hang on and my number is 312-364-0107. Could you ask John to call me? هل يمكنك أن تسأل جون بأن يتصل بي؟ Sure, I will give him a message as soon as he gets in. بن أشوفه ومن أحصله راح أني أقول له هاي الرسالة أوصل له هاي الرسالة. بين الحوار عن شخص يدعو شخص آخر لحضور حفلة في يوم الجمعة لحضور حفلة في يوم الجمعة. نجي هنا أي كذلك عندنا ask to speak to someone السؤال عن شخص ما. Hello مرحبا هاي هذا الكلام. طبعا could I please speak to Joe؟ هل يمكنني التحدث إلى جو؟ أو is Joe there؟ هل جو موجود رجاء؟ الجواب طبعا هذا السؤال. Could I speak please speak to Joe؟ Is there Joe please؟ Sure هذا الجواب راح يكون هيك هذا الجواب. Sure just a moment. نعم انتظر فقط دقيقة أو hold on أو انتظر. هذني الكلمات خلينا نكتب عليها الملاحظة بأن هذه الكلمات تستخدم لأخذ إذن بالانتظار قليلا. إن أنا أريد أخذ إذن من الشخص اللي يسأل فأقول له yes just a moment please. نعم بس دقيقة انتظرني. Hold on, I will get here. دقيقة أنا هسه شوية راح أصيح له هيك يعني. Hold on. Hold on. بمعنى انتظر قليلا. هذه المعاني لازم نحفظهن. معاني لازم نحفظهن. طيب. هنا الفصل هذا يتكلم عن شخص شخصين واحد يتكلم مع الثاني. هذول الشخصين واحد راح يسأل عن شخص. يعني هنا بهذا practice one عندنا listen to example kill your partner reserve roles استبدلوا الأدوار. هنا واحد راح يسأل وهذا الكلام راح يستخدمه يقول hi hello جاوبه يقول له yes hi. واحد قال له هاي هلو واحد قال له هاي مرحبا اهلا. Could I speak to Mr. علي هل يمكنني التحدث الى مستر علي؟ طيب راح يرجع الثاني يقول Sure just a moment please. نعم بس دقيقة
انتظرني شوية. إذن هذا الكلام، هذا الكلام بهذه المحادثة، أو hold on، أو انتظر قليلا، يعني هذا الشيء نسويه بالصف الكل مع بعض. طيب listen to example practice 2. listen to the example. استمع للمحادثة. call some else in the class. اتصل بشخص آخر. your partner will answer. أو زميلك راح يجاوب. offering to take a message. طيب خلصنا من هاي. هسه راح نتعلم شلون يعني نترك رسالة. شلون نترك رسالة. هاي. could I please speak to John؟ هل يمكنني التحدث إلى جون؟ هذا السؤال. هل يمكنني التحدث إلى جون؟ I am sorry. أنا آسف. He is not here right now. غير موجود الآن. طيب إذا واحد سألته قلت لك could I speak to Mr. علي، هل يمكنني التحدث إلى مستر علي؟ راح يجاوب إني يقول I am sorry. He is not here right now. الآن هو غير موجود. أنا راح أقول له no. Could I take a message؟ هل يمكنني أن أترك رسالة؟ طيب زين، الجواب على هذا السؤال يقول no thanks I will call later. لا، يعني إذا أنا واقف أقول أقدر، تقدر تترك رسالة؟ تحب تترك رسالة لزميلك صديقك اللي أنت جاي عليه؟ راح طبعا جواب هذا السؤال الأخير اللي هو هذا السؤال، جوابه راح يكون no thanks، لا شكرا جزيلا، سوف أتصل به لاحقا، أو yes please، نعم رجاء، وحدة من هذني. أعيد مرة أخرى، هذا موضوعنا شلون الواحد يترك رسالة. أو إذا أنا قصدي كشخص أنت يعني وسيط، أنا راح أقول له أترك رسالة، أنا أخذ رسالة من عنده أوديها الشخص اللي قاعد يسأل عنه. يبدأ الكلام ب hi could I please speak to John، هل يمكنني التحدث إلى مستر جون؟ راح يقول له طبعا I am sorry he is not here right now، آسف هو غير موجود الآن. جواب يقول له could I take، راح يسأله صاحب المطعم أو الشركة أو الموظف أو أي كان، يقول له could I take a message، هل يمكنني، أو can I take a message، هل يمكنني، أو هل يمكنك ترك رسالة، أو تحب، يعني قصد الكلام تحب تترك رسالة. الجواب لهذا السؤال الأخير no thanks، لا شكرا جزيلا، سوف أتصل به لاحقا، أو yes please، نعم رجاء، أريد أسجل رسالة وأدز رسالة. أحكي له يابا ها شلونك، عيني أخبارك، أنا فلان، إذا أمكن أدق عليها باكر لأن عندي موضوع وياك جدا مهم. شلون مثلا إحنا نقول هسه دز البصمة، دقيت على فلان من الناس ما حصلته، أنا راح أدز له بصمة، ها شلونك، عين أخبارك، دقيت عليك وما حصلتك، والله محتاج من عندك كذا وكذا كذا، لا تقدر بيك يوم تجينا أو تتصل بي أو إلى آخره. هذا هو المقصود بهذا الموضوع. كذلك عندنا هذا الـ practice listen to the example، استمع إلى الأمثلة. مثال student A calls some in the class. student B gives reason why the person can't come to the phone. إذن هنا راح نتكلم مع، مفروض يكون عنده يعني شعبتين من غير شعبة، طالب A وطالب B، يعني علي وأحمد مثلا. علي راح يتصل بأحمد، أو أحمد يتصل بعلي وراح يتكلم معه، بطبق ويا هذا الحكي اللي ذكرناه، يقول له مثلا يا با أني كذا، وين فلان؟ والله فلان ما موجود. أوكي تحب تترك رسالة؟ إي أحب أترك رسالة. لا ما أحب أترك رسالة. إذا حبيت تترك رسالة نتركها وإلى آخره. رقم ثلاثة taking a message، أخذ رسالة. طيب can I take a message، هل يمكنني أن أخذ أو تترك أو أن تترك رسالة؟ أنا أقول لشخص yes please، الجواب راح يكون نعم، هاي لازم تنحفظ. just a moment let's get a pen، إيه نعم بس نعطينا دقيقة، خليني أخذ أجيب قلم حتى أكتب رسالة مالتي أو أسجل الريكورد. alright go ahead، تمام يلا تفضل. go ahead معناها تفضل. alright تمام. just a moment let me get a pen. alright تمام. okay تمام استمع توكل، احنا نقول يلا ابدي اعطي، تمام تفضل اعطيني الرقم او اعطيني الكلام. زين اذا هسه خلينا نقول هذا الشخص اي وهذا الشخص بي، يعني هذا خلينا نقول علي احمد وهذا اسمه علي. احمد يقول can I take a message، احمد موظف يقول اقدر اخذ رساله، الجواب نعم رجاء، علي راح يجاوب اي والله يا ريت.
جواب just a moment بس دقيقة let me get a pen خليني بس أجيب قلم قال له no قال له alright حسنا يلا تمام اكتب توكل أعطيه تفضل جاوبه هذا الفلان هذا علي قال له this is Hong Yan هذا علي هذا اسمي علي and my phone number ورقمه هو 0780 من رقم آسيا أو زين لأن هنا بالعراق could you ask John to call me هل يمكنك أن تسأل جون أن يتصل بي أو could you tell John I'm not having party on Friday تقدر تقول لجون بأنه ترى إحنا ما راح نسوي حفلة هاي الجمعة ومخابر قال راح أسويك حفلة قال غابرية أو مثلا نقول على سبيل المثال إحنا ثقافتنا تختلف شوية ممكن أقول له علي يقول شلونك على وعين أخبارك تقدر تقول can you tell your brother do not come to me on today at night لا تجون علينا اليوم بالليل لأن أني اليوم ما راح نصير الحفلة أو ما راح يصير خلينا نقول ما راح تكون عندنا العزيمة اليوم مثلا عندهم عزيمة بالبيت عزيمة أو طهور أو حفلة صغيرة قال يابا ما راح تصير هذه فخبر طا خبر هذا هو المقصود بهذا الكلام طيب ممكن هذا الشخص اللي قلنا عليه أحمد يجاوبه جواب الأخير ينهي المحادثة يقول له I will give him the message سوف أعطيه الرسالة as soon as he gets in بس أشوفه راح أعطيه الرسالة أو I will tell him you are having party on Friday سوف أخبره بأنك ستكون في حفلة في يوم الجمعة أو في يوم الأحد أو يوم السبت أو إلى آخره أو إلى آخره طيب عندنا هنا أيضا كذلك practice يقول listen to the example استمع إلى المثال You are calling John. أنت تتصل بجون. But your partner answer. لكن زميلك اللي جاوب. Leave a message for him. وأترك رسالة لهم. By choosing one of the options. باختيار أحد الأمثلة. طيب خلينا نشوف شن هي الأشياء اللي لازم. نتركها عفوا خلينا نشوف شنو هي الاشياء خلونا نشوف شنو هي الاشياء اللي لازم نتكلم عنها اول شغله قال عليها to call me about your night's homework طيب اذا اني راح اتكلم مع زميلي او اخوي او صديقي اللي بالصف راح اتكلم معه عن الواجب مالته اخابره اتصل اسال عن الواجب مالته اوكي بعدين نفس الحكي نفس الكلام اللي احنا ذكرناه انه انت راح تتكلم مع صاحبك وتشوف انه هو ما موجود راح يرد عليه احد اخوانه مثلا وتقول له اردت لك رساله والرساله هي كذا وكذا انه مثلا ياب الامتحان تاجل او الى اخره اوكي I'm having a party on Friday سيكون لدي حفل في يوم الجمعه نفس الحكي نفس الكلام اللي ذكرناه I can't pick him up tomorrow morning ما راح نقدر نطلع سويه بكرة إن شاء الله I need to talk to him about our plan for this Saturday أريد أتكلم مع زميلي أو أخوي أو صديقي الشخص المعني في عن خطة أو عن الواجبات أو الأشياء اللي لازم نسويها خلال يوم السبت في يوم السبت إذن هذا هو المقصود بهاي الجمل طيب practice 2 call your partner and leave a message for someone okay. تتصل بصديقك وتقول له يا با تترك رسالة لشخص ما واستخدم أفكارك الخاصة اوكي اذا انت راح تتصل بواحد من زملائك وتترك رساله يا با اتصل عن فلان بس ها انت هذا الحكي تكتب شيء خاص بك يعني مثلا احنا بالعراق هنا اكثر شيء واحد مهم تسال عليه يا با مثلا تقديم للوظائف مفتوح مثلا هذا شيء مهم عندنا
انا دقيت على فلان، يابا موجود انت؟ لا والله ما موجود فلان. اتصل باخو او ابو او امه او ايا اللي كان، السلام عليكم، شلونك، عين اخبارك؟ اقول لك ترى التعيينات مفتوحه هالايام ولازم تقدم على سبيل المثال. فراح تترك رساله له، فواحد مثلا يترك رساله عن هذا الموضوع باللغه الانجليزيه: Hello, I'm ask I am calling because I want to tell you that there is available jobs and you have to apply for that jobs because it is an opportunity to you. هاي فرصة مهمة لك. And you have to be very you have to do that quickly. يجب أن تفعل ذلك وتؤدي ذلك بشكل سريع وإلى آخره. طيب، هذا هو موجود بالتمرين، هذا شيء واحد لازم هو يسوي. Listen to this. استمع إلى هذا. Part 1. الجزء الأول. Listen to two phones conversations. استمع لي اتصالين بالمحادثة. Write who the message are for and who the message are from. تستمع إلى محادثة. هذا الحكي لازم تسمع الكلام وأنت تكتب الكلام من وين لمين من الرقم شنو الرسالة. هيك يعني نسمع محادثة مثلا، شوف هاي المحادثة من وين كانت؟ من علي المن الأحمد. شنو الرقم؟ كذا كذا كذا. شنو رسالته؟ دير بالك ترى التعيين مفتوح، استعجل لأن عندك امتحان باكر، امتحاننا تأجل، وإلى آخره وإلى آخره. هنا آخر شيء عندنا هنا هذا الكلام. Work in groups. أعمل بالgroups. Write your names. اكتب أسماءكم. On a piece of paper. في قطعة من الورق. Fold it and hand it to one person in another group. اكتب رسالة ومسكها وانطيها لشخص آخر. Okay. بعدها you are going to call the person on the piece of paper. وانت راح تتصل بشخص على هذا الورقة. Think of a message you want to give this paper and write it down. يعني أنا أكتب رسالة وهاي الرسالة أعطيها الفلان، فلان ينقلها لشخص، شخص راح يأخذها يشوفها يقرأ، يتصل على الرقم ويقرأ الرسالة. طيب. Can I borrow your bike this weekend؟ مثلا هل أستطيع أن أستعير دراجتك في هذه عطلة الأسبوع، في عطلة نهاية الأسبوع هي الجمعة والسبت؟ Do you want to go to the movies with me tomorrow night? تقدر تحب إنه تروح وياي لمشاهدة الأفلام أو للسينما معي غدا؟ هاي الرسالة. أنا أتصل فلان من الناس، أتصل بي أقول له يابا تقدر تروح كذا؟ إذن أو أنا أكتب يابا هاي الرسالة من كذا شخص تطلب تروح وياي. يعني الفكرة إنه أنا عندي معنى ولازم أنقله لشخص معني، لشخص معني.